أعزائي الطلبة، في هذا الفيديو راح نتعرف على بعض التيشو بريباريشنز اللي تعود إلى الريسبيراتوري سيستم اللي هو الجهاز التنفسي. أول سلايد راح يوضح الفوتو مايكروغراف أوف تراكيال وول. راح يوضح هذا السلايد يوضح اللايرز المكونة للتراكيال وول، الطبقات جدار القصبة الهوائية. مثل ما ذكرنا أنه التراكيال وول consists of four layers from lumen to outward. جدار القصبة الهوائية مؤلف من 4 طبقات، من الداخل اللومن اللي هو التجويف أو الفراغ باتجاه الخارج. هذه الطبقات هي الميوكوزا، هذه كلها تمثل الميوكوزا، لاحظوا وياي، هذه الطبقة كلها تمثل الميوكوزا اللي هي الطبقة أو الغشاء المخاطي. بعدها الصب ميوكوزا، طبقة تحت الغشاء المخاطي. وأيضا عندنا الطبقة الثالثة اللي هي السي شيبد كارتليج رينجز، حلقات غضروفية، لكن هنا ما واضحة بشكل جيد. والادفنتيشيا اللي هي الطبقة الخارجية. بالنسبة للإبيثيليوم أو عفوا الميوكوزا اللي هي الطبقة الداخلية، الميوكوزا ذكرنا أنه هي عبارة عن إبيثيليوم، طبقة من النسيج الظهاري، and an underlying connective tissue lamina propria. تحت هذه الإبيثيليوم، تحت هذه الطبقة الظهارية، أكو عندي lamina propria. طبعا بهذا التشو بريباريشن مستخدم المختصرات، لكن أنا راح أذكرها. فتحت الإبيثيليوم، هذه الإبيثيليوم، تحتها موجود اللامينا بروبريا، هذه الطبقة تشوفها اللي شوية تكون دارك بينك تقريبا، في الدور دي غامق، هذه نطلق عليها اللامينا بروبريا. هذول اثنيناتهم ابيثيليوم اند لامينا بروبريا راح يمثلون الميوكوزا، طبقة الميوكوزا. بالنسبة للابيثيليوم ايضا الاحظ تحتها فد ميمبرين، فد غشاء نطلق عليه بازمنت ميمبرين اللي هو الغشاء القاعدي. مثل ما تلاحظ بازمنت ميمبرين، هذا الغشاء القاعدي فد يعني مثل نقول سبورت فور ابيثيليوم، يعني دعم او اسناد للابيثيليوم. هذا البازمنت ميمبرين الكل الاستراكشر مالته عباره عن كولاجين فايبرز بروتينز. بالنسبه للابيثيليوم، السيلز المكونه للابيثيليوم مثل ما ذكرنا هي عباره عن سيدو ستراتيفايد سيليتد كولومينر ابيثيليال سيل، خلايا ظهاريه تكون عموديه مهدده مطبقة كاذبة، وذكرنا في وقتها بالجزء النظري التفاصيل. فلذلك تلاحظ أنه هذه الطبقة أغلبها عبارة عن كولومينر أو سليتد كولومينر سيلز، خلايا عمودية تكون سليتد مهدبة، هذه السيليا إذا تلاحظها بشكل جدا دقيق. بالإضافة إلى السليتد كولومينر سيلز أيضا تتواجد وياها خلايا أخرى، أكو خلايا أخرى أيضا منتشرة أو متوزعة ما بين الكولومنر سيل اللي هي نطلق عليها الجوبلت سيلز، الخلايا الكأسية اللي وظيفتها إنتاج أو الميوكس برودكشن، إنتاج الميوكس. هسه أيضا نلاحظ فد جزء مكبر للتريكيال إبيثيليوم يوضح هذه الطبقة. مثل ما ذكرت لك هاي مكونات الإبيثيليوم اللامينا بروبريا. بعد الميوكوزا راح تجي الصب ميوكوزا. الصب ميوكوزا مثل ما تلاحظ هذه الصب ميوكوزا عبارة عن دينز كونكتيف تيشو، يعني تركيبها دينز كونكتيف تيشو، نسيج رابط كثيف. هنا نلاحظ عندنا وجود الجلاندز اللي هي الميوكس جلاند، غدد تنتج الميوكس المادة المخاطية. طبعا هنا أنا ألاحظ وجود عندي ألاحظ تراكيال مازل، فد طبقة عضلية هنا اللي هي عبارة عن سموث مازل فايبر، ألياف عضلية ملساء. طبعا هذه الفايبرز فل ذا جابز بتوين سي شيبد كارتليج رينجز، هذه الالياف العضليه اللي هي سموث مازل، الياف عضليه ملساء تملا الفراغات الموجوده ما بين السي شيبد كارتليج رينجز، الفراغات او مثل ما نقول السبيسز، المجال الموجود ما بين السي رينجز، الحلقات الغضروفيه اللي يكون شكلها سي، السبيس اللي بيناتهم مملوء بهذا النوع من التشو اللي هو سموث مازل تشو.
بالنسبة لي الطبقة الأخرى الخارجية الأدفنتيشيا، مثل ما تلاحظها الأدفنتيشيا عبارة عن كونكتيف تيشو، وذكرنا أنه الأدفنتيشيا ذات بايندز ذا تراكيا وذ أدجسنت ستراكتشرز. الأدفنتيشيا وظيفتها ربط التراكيا بالتراكيب المجاورة إلها، وهنا تحديدا راح تربط التراكيا وذ إزوفيغس المريء اللي يكون للخلف، خلف التراكيا. هنا أنا راح أوضح لك فد عندي هذا فد جزء مكبر للتراكيا، هذا يوضح التراكيال ابيثيليوم، فد جزء مكبر. لاحظ عندي هنا الابيثيليوم، هذه الابيثيليوم الباسمنت ميمبرين مأشر لك عليه، واللامينا بروبريا، هذه اللامينا بروبريا اللي هي لوز كونكتيف تيشو. التراكيال ابيثيليوم هنا الطبقة النسيجية الظهارية مكونة من الكولومينار سيلز، باع الخلايا العمودية وأنويتها الواضحة، والسيليا الموجودة على الأبيكال سيرفس أو الفري سيرفس أوف كولومنر سيل، السيليا الموجودة على سطح الخلايا العمودية. وما بين السيليتد كولومنر سيلز ألاحظ الجوبلت سيلز، لاحظ الخلايا الكأسية، هذه الخلايا الكأسية. طبعا الخلايا الكأسية appear as clear ovoid عفوا clear ovoid spaces، هذه الخلايا مثل ما تلاحظ تظهر بشكل خلايا بيضوية أو بيضوية الشكل تقريبا، وتشوفها clear من الداخل أو pale تشوفها شاحبة أو clear صافية كأنه ما بها شيء. بالحقيقة هذه السيلز ذكرنا بالجزء النظري أنه تحتوي على الميوسينوجين جرانيولز، حبيبات تنتج الميوكس، لكن هذه الجرانيولز أو هذه الميوسينوجين جين جرانيولز ايش راح يصير لها؟ راح يصير لها ووجد اوت ان هيموتوكسينين اند ايوسين بريباريشن، اثناء التحضير النسيجي او اثناء التصبيغ او المعامله بالهيموتوكسينين اند ايوسين، اثناء ما نصبغ النسيج او اثناء تصبيغ النسيج بهذه الصبغات ونعاملها بخطوات اخرى، نعامل النسيج بخطوات اخرى. نلاحظ انه هذه ووجد اوت راح يعني تزال، هذه الجرانيولز راح تزال، لذلك ألاحظ أني هذه الخلايا تكون كأنما كلير فارغة لأنه أكو بها جرانيولز أزيلت أثناء الوش عفوا أزيلت أثناء الهيموتوكسيلين أند إيوسين بريباريشن ستينينج، أثناء يعني التصبيغ أثناء تحضير النسيج وتصبيغه بالهيموتوكسيلين والإيوسين أزيلت هذه الجرانيولز الحبيبات. وتلاحظ أيضا اللامينا بروبريا ما بيها شيء، اللامينا بروبريا هذه والصب ميوكوزا هذه الأخيرة، الصب ميوكوزا وهذه الميوكس جلاند الغدد اللي تنتج ميوكس أيضا. عندنا هذا التيشو بريباريشن او هذا التيشو سكشن المقطع النسيجي يوضح الالافيولار ساك وذ ادجسنت الافيولاي، هذا يوضح الالافيولار ساك، وين الالافيولار ساك؟ هذه طبعا الالافيولار ساك والالافيولاي ريبريزنت ذا تيرمينال بارت اوف ذا دايجستيف سيستم، تمثل الاجزاء النهائيه للريسبيراتوري سيستم للجهاز التنفسي. مثل ما تلاحظ هذا الالافيولار ساك اللي هي الكيس الحويصلي، الكيس الحويصلي surrounded by alveoli محاط يكون بالالفيولاي اللي هي الحويصلات. طبعا الالفيولاي surrounded and separated from one another by thin connective tissue membrane، هذه ال thin connective tissue membrane contain blood capillaries، هذه الالفيولاي هذه هذه هذا الالفيولس هذا الالفيولس هذا الالفيولس هذا الالفيولس، هذه الالفيولس محاطة من الخارج ومفصولة عن بعضها أيضا، يعني محاطة من الخارج وتفصل عن بعضها بثين كونكتيف تيشو ميمبرين بنسيج رابط رقيق.
يحتوي على البلد كابيلاريز الأوعية الشعرية الدموية على مود يحصل الاكستشينج اوف جازز بتوين اير ان الافيولاي او بتوين اير ان الافيولاي اند بلد ان كابيلاريز. طبعا الالافيولاي او الالافيولاس الالافيولاي وول جدار الالافيولاي جدار هذه الحويصلات consist of epithelium مكون من نسيج ظهاري. هذا النسيج الظهاري consist of two types of cells. هذا النسيج الظهاري المكون لجدار الالافيولاي يحتوي على نوعين من الخلايا مثل ما ذكرنا اللي هي type 1 alveolar cell and type 2 alveolar cell. type 1 alveolar cell خلايا حويصلية type 1 تكون شكلها squamous cell و type 2 alveolar cell يكون الشيب مالته كوبويدال سيلز. وطلقنا عليها ايضا نفس الوقت قلنا نقدر نسميها تايب 1 نيموسايت اند تايب 2 نيموسايت. تمام. طبعا لو بامكانك تلاحظ فد جزء مكبر ايضا بعد لهذا للالافيولاس على مود تلاحظ الشيب اوف سيلز شكل الخلايا بشكل ادق وواضح.